شهدت قاعة مكة المكرمة الكبرى انطلاقة أكبر معرض مكي للمنتجات الاستهلاكية الرمضانية ومستلزمات العيد في نسخته الأولى، بمشاركة أكثر من 100 عارض وسحوبات أسبوعية. معرض المنتجات الاستهلاكية الرمضانية ومستلزمات العيد بقاعة مكة الكبرى هو الأول إن شاء الله، وحرصنا هذا العام بتقديم يعني معرض متكامل لأهالي مكة في موقع استراتيجي لسهل الوصول إليه، مدة طويلة تقريبا أكثر من 21 يوم، ونتوقع إن شاء الله يعني الحضور والحدث الأكبر اللي حيكون على مستوى مكة في هذا الشهر. كذلك أنا أدعو الجميع للحضور، وهناك سيارة كل أسبوع إن شاء الله بإذن الله للزوار الحال بيحضرون إن شاء الله. وكذلك أنا أشكر صاحب السمو الملك الأمير عبد العزيز بن فيصل بن عبد المجيد على حرصه ورعايته وتشريفه لهذا المعرض فيه إطلالته الأولى. يرى القائمون على المعرض أن مثل هذه المعارض تمثل دافعا وتشجيعا للمشاركين بها لعرض منتجاتهم، إضافة إلى تميز المعرض بإقامته في شهر رمضان المبارك وفي أطهر البقاع مكة المكرمة. لمن فاتته الحلقة يمكنه مشاهدتها على تابع.